عندي سؤالين راح اقدمها لكم. هذه السؤالين يعجبكم انتم تجاوبون عليهن، كل واحد يعني يقول لي ايه اجاوب ولا ما اجاوب. سؤاله خلينا نشوف استاذ فئ. انت بالبدايه ولا كيفك؟ هات ساعه هذا ليش؟ تقدرين تطرين السؤال ولا تقولي لا؟ الاول لا، الثاني تقدر اجاوبك عليه. لا الاول لا، قولي اقري. صعب نقرا؟ ما اريد اقرا اصلا لانه هاي مو اني. مو انت؟ لا مو انا. اشوف دموع بعينك. ليش؟ هذا اسمه قاسي؟ طبعا السؤال الاول قاسي؟ قاسي، وهذا اسمه اتهام. اتهام؟ ليش بس هذا موجود؟ موجود بس يعني موجود هاي بمجتمعنا. اي بس هاي مو انا، مو شخصيتي. خلي المايك. اي بس هاي مو انا. اي يعني هاي مو ساره. لا عاد منو؟ هاي مو ساره. هاي فئه واحد؟ طبعا. ساره انت انت بت عائله فنيه؟ اي بت عائله فنيه. عائله فنيه بالضبط. زين انت دارسه؟ اي خرجت معهد فنون جميله. يعني غناك هذا موهبه ودراسه؟ اي طبعا. تمام على راسي. السؤال الثاني شنو اللي كان؟ اي نقوله ولا نعبره؟ لا قوله عادي ما عندي مشكله. منو ساره الامير؟ ساره الامير بداياتي. تمام. اسمي بالبدايه طبعا. زين. وخليت شويه الكاميرات. اي ساره الامير اسمي كبدايه يعني بداياتي، وكل فنان بالبدايه عنده اسمه وبعدين يغير. واني اسمي ساره سلمان، اسم ابويا هو اسمي الحقيقي يعني. تمام.